لا يخلو أي بيت في رمضان من القطايف، فما أصلها ومن أين جاءت؟ حسناً، هناك ثلاث روايات. الأولى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي أول من تناولها في رمضان لاحتوائها على الكثير من السكر. الثانية أن طهاط العهد الفاطمي كانوا يتنافسون على تقديم أجمل ما تصنعه أيديهم للسلطان، فقام أحدهم بصنع فطائر محشوة بالمكسرات وزينها بشكل جميل، ومن روعة لذتها تهافت عليها الحاضرون وهم يقطفون الحبات من بعضهم البعض فأسموها بالقطايف. الرواية الأخيرة تقول أن أصل القطايف من الأندلس ومنها انتقلت إلى بلاد الشرق في العهد الإسلامي. في رمضان عام 1511 ميلادي ارتفع ثمن السكر في مصر جدا، فكتب المؤرخ الشهير ابن إياس قصيدة لوالي القاهرة يشكو له ارتفاع سعر القطايف، يقول: وقد صرت في وصف القطايف هائما تراني لأبواب الكنافة أقرع. مهما يكن أصل الحكاية، فلا غنى عن القطايف في رمضان مشوية أو مقلية، محشوة بالجبن أو بالجوز أو بالقشطة.